باشمهندس أنا آسف، في طلبي ممكن الكوزاين دي لوحدها معادلتها تبقى على جنب لوحدها، نعم. هي زاوية الوجه. معادلة الباور بتاع اي موتور عندي عايز احسبه، اروح اقيس التيار بتاعي واقيس الامبير بتاعي واطبق في المعادله دي. انا عايز اعرف الموتور ده كم حصان، كم كيلو وات، او العكس الموتور كم كيلو وات يسحب كم امبير لو عرضته ل 440 فولت. يبقى حكايه انك تحسب الامبير بتاع الموتور قبل ما توصله مطلوب عشان تجيب الحاجه الصح، عشان تجيب فيوزات صح وكونتاكتور صح ومفاتيح صح، لازم تطبق في المعادله دي. يبقى انا اول ما اجيب الموتور معروف عندي مين الباور بتاعه، تمام؟ بالكيلو وات او بالوات، خد بالك يا احمد، تمام فهمت. معروف عندي الباور بالوات وبعرف بيشتغل على كام فولت. اطبق في المعادله دي ومكتوب على النيم بليت بتاعه الباور فاكتور بتاعه كام، 8 من 10 85%. في الحاله دي اقدر اجيب التيار اللي بيشتغل عليه الموتور، بس تمام. المعادله دي ما بنشتغلش عليها بقى. يعني ليه؟ لان انا ما اعرفش اقيس الفيز، ما اعرفش اقيس الاي فيز ولا في فيز، مين اللي بعرف اقيسه؟ ناي لاين. يبقى لازم احول المعادله دي للاين. تيجي نحولوها سوا، يلا بينا بص نحول كده الثلاثة. كده زي ما هي، هناخد المعادله واحده واحده. طب في لاين على جهاز لو نرجع انا مش هستنتج، ياخد واحد يساوي كده بالازرق حتى عشان تبقى مختلف. الثلاثه نزلناها زي ما هي مفيهاش حاجه، في مشكله؟ في لو وصلنا ستار ايه اخبار الفي فيز في الستار؟ عباره عن في لاين على كام؟ جذر ثلاثة. جذر ثلاثة. انا باخد دي كده اهو، اعملها كوبي. في لاين على كام؟ على جذر ايه؟ على جذر تاني. طيب جذر ثلاثة. نضرب تاني في مين تاني؟ فاضل فين؟ في الاي فيز. ايه حكاية الاي فيز؟ هو نفسه ليه؟ هو طير الخط. يبقى انا احمد وقعت ولا في مشكلة؟ ها؟ مع حضرتك يا فندم. باشمهندس مصطفى، 3 فيز في 1 جذر 3 ده جهد بس؟ مش 1 اسمه في لاين اللي انا جايبينه من فوق. اسف، 3 جذر 3 ده جهد بس. ده انا بترجم بقول ايه؟ الفي فيز ده هيساوي ايه؟ فكتها فكتها في لاين على جذر 3، والاي فيز ده هيساوي الاي ايه؟ الاي لاين. يبقى ده ليه بحوله الاي لاين واي فيز تاني؟ عشان دي الحاجه اللي انا بعرف اقيسها، تمام؟ والكوزاين فايت تنزل زي ما هي، ده رقم ثابت يتوقف على ايه؟ على نوع السلك والملفات والحاجات اللي خدناها في مع بعض في الكلام. طب هنا رياضيا 3 على جذر 3 هيديني كام؟ جذر 3. لا ما جذر 3، ما جذر 3 دي بص، ال 3 عباره عن جذر 3 في جذر 3. معلش يا باشمهندس مصطفى، هي في لاين جذر 3 في اي لاين بس ولا اي لاين في جذر 3 برضه؟ جميل، تعال اتكلم. بص لنفسك الستار واتكلم انت. بص الستار، طيار اللاين هو اللي نازل في الفيز ولا اتغير؟ هو لا، هو اللي نازل، يبقى حطه زي ما هو. لو حصل له تغيير بقسمه، تمام؟ تمام تمام وزي ما قلنا بنحولها بتلات اللاين ليه؟ عشان ده اللي انا بعرف اقيسه، دي العدادات اللي عندي، انا مش هخش جوه الموتور واقيس. يبقى هنا هنقدر نحولها بعد كده نقول بقى ايه؟ واخد دي كده كلها كده اهو على بعضها كده اهو، اقول له كوبي دي. لو خدنا دي على بعضها كده قلنا كوبي،
عندنا حطيناها في اي حته يعني. ثلاثة على جذر ثلاثة هيديني كام رياضيا؟ هيديني جذر ثلاثة. واكتب علامة الكاس مش لازمة، خلاص علامة الكاس مش لازمة. يبقى أصبح الباور بتاعي بيساوي مين في مين؟ جذر ثلاثة في الفي لاين. في مين؟ في الاي لاين في كوزاين فور. كوزاين فور. يبقى أنا أي موتور عندي أقدر أدي حسبة الباور بتاعته اللي حطها هنا. جذر ثلاثة في واحد. إذا حطيتها في النص كده ليه؟ طب نجربه في الدلتا. تعالى إحنا بقى نمسحه دي كده. ونجربوا المعادلة في الدلتا. تعالى في الدلتا ايه؟ برضو الثلاثة هتنزل زي ما هي ايه؟ تمام؟ ايه اخبار الفي فيز في الدلتا؟ علاقته بالفي لاين ايه؟ هينزل زي ما هو. علاقة الفي لاين هو نفس الفي ايه؟ الفي فيز. ما بحفظهاش، بوصل الشكل كده. الاقي كل ملف في الدلتا وصل بالخطين. اه ده فعلا الملف فيه واقع بين الار والاس. وقع بالار والتي بالاس والتي يبقى كده كل في لاين هو نفسه في ايه؟ الفي فيس. فهمت فرحات بقى معانا في الحته دي؟ تمام يا فندم. التيار هنا هيحصل له ايه بقى؟ هيتجزأ. التيار هنا هيتجزأ على جذر ثلاثة. يبقى الاي في لاين هو الاي فيز على كام؟ على جذر ثلاثة. ده السبب بتاع الايه؟ بتاع الجذر ثلاثة. انا واخد كده؟ باشمهندس ليه في الدلتا جذر ثلاثة لما هو مقسوم على خطين بس؟ جميل، هم الخطين دول مفتوحين من الاخر ولا في حاجه واصله بينهم؟ لا واصلين ببعض. الكلام ده لو مفتوحين من الاخر او مقفولين بشورت سيركت يبقى فعلا المقاومه التيار هتوزع من 9 عشان المقاومات متساويه. لكن دول مش شورت سيركت، في منهم ملف بياخد تيار برضه. تمام مفهوم صح كده. يعني الكلام ده كلامك صح لو اللي تحت دي سيركت. لو ارتاح دي سلك التيار هيتوزع بينه ويتوزع بين الاثنين بالظبط، لكن دي مش سلك. ده ملف. اه. في لاين، اي لاين جاز ثلاثة والكوزاين فيها تنزل زي ما هي، يبقى بالتالي الباور سواء ستار ولا دلتا هيمشي ازاي؟ جذر ثلاثة في لاين في اي لاين كوزاين سيتا. جميل، يعني مثلا زي ما يقول لك مثلا ايه؟ انا عندي موتور موتور 60 حصان. يسحب كم امبير؟ انت بقى مهندس كهرباء هات لي بقى يسحب كم امبير بقى 60 حصان يسحب كم امبير؟ احول الحصان لوات يا باشمهندس. ازاي تحول لوات؟ هنضرب ال 60 في 746. تمام، يبقى اول حاجه الراجل ده ضرب 60 هيطلعوا لي كام؟ حد يحسب معانا كده؟ كم؟ أربعة آلاف وخمسمية غالبا تقريبا. إيه؟ لأن أنا عندي حسبة تانية بقول لكم عليها سهلة أوي. عارف ال 60 دول؟ تمام. ها؟ اضربهم في 3 على 4 يطلع لك بالكيلو وات، اضربهم في 1000 يطلع لك بالوات. قوم عليه يا باشمهندس. 4500 ال 60 دي اضربها في 3 على 4 يطلع لك بالكيلو وات. يبقى كل كيلو ثلاث ارباع، كل حصان ثلاث ارباع كيلو وات. كانت طلعت كام من الرقم ده؟ مش فاكر انا عندكم بس الحسبه. هي 60 في 3 على 4 عملت 45. طلعت 1450 واط تقريبا يعني. يبقى انا بجيب ايه؟ عايز اعرف الامبير اللي انا هيسحبه بقى الموتور ده. او ارجع للمعادله دي بقى. الامبير اللي هيسحبه الموتور ده بيساوي الباور على جذر 3 في الفي اللي هيشتغل عليه في معامل القدره. لو ما عندوش معامل القدره هحطه ب 85%. يبقى دي المعادله اللي مش لو تخلف بس معلش، هو ليه ما استخدمش قانون اوم؟ عشان ده مش دي سي، ده اي سي. صح. وده مش سنجل فيز، ده ثري فيز.
تمام في سببين هم من سبب واحد. السؤال ده ذكي جدا وكويس جدا اكورد. يبقى هنا عشان في 3 فيز ما هوش فيز واحد، وعشان في اي سي كالكوليشنز ومعامل قدره ما ينفعش استخدم الايه قانون اوم وشرطه. بس انا اقدر استخدم قانون اوم على كل ملف. يعني ايه على كل ملف؟ اقدر اقول الزد بتاعه الملف او منعه الملف ده بتساوي في فيز على اي فيز. تمام الحته دي؟ تمام. طيب دي اللي خدناها المحاضره اللي فاتت. ايوه، يبقى انا بقدر اقول الفيز ده مظبوط. لذلك انت لما تقيس موتور او تستلم موتور لازم تتاكد ان مقاومه اليو قد مقاومه الفي قد مقاومه الدبليو، لازم الثلاثه يبقوا قد بعض بالظبط قبل ما تشغله. طيب احنا كده وصلنا لايه؟ فكره الستار وديلتا. تعال نشوف بقى التوصيلات الاساسيه للمحركات. هنتكلم دلوقتي عن قانون الستار تاني يا باشمهندس بعد اذنك. اهو بص اجيب بقى المعادله دي. المعادله كانت بتقول باور بيساوي يا باشمهندس هاني هيساوي جذر 3 في في اي في اي لاين كوزين فاي. اقول بقى يبقى التيار اطلعه لوحده كده اهو يساوي، اروح حاطط شرطه كسر كده اهو، احط شرط الكسر كده، اكتب فيها الباور واحط كل دول اللي تحت. اذا انا هنا قدرت اعرف ليه الامبير بتاع اي حاجه. ولو في حاجات بقى مش عندي، لو ما عنديش الكوزاين 5 يبقى تقريبا 85%. بحسبها انا بحطها كده من دماغي يعني 85%؟ اه تقريبا يعني. تمام. معظم المواتير كده. المواتير شفت 85 صح. يبقى انا تقريبا يجي واحد يقول لك ايه الموتور 60 هيستنى يسحب كام امبير؟ على طول في دماغك كده على طول. يبقى لازم السؤال هتشغل على كام فولت؟ عشان 44 بحسب 380 يبقى لازم احسب الحسبه دي. هو الكلام ده في 380 او الربع او فوق ال 400. اي حاجه 3 فيز 220 380 440 اي حاجه 3 فيز. اي حاجه 3 فيز. في ال يا دكتور دلوقتي القدره اللي هي مثلا 4500 واط هنبقى على 3 جذر 360 دي ولا هتبقى كام؟ جذر ده 380 فولت 380 فولت مثلا. الكوزين سي دي بنجيبها دي لو مش عقلة لو مش مكتوبة على الموتور بحطها ب 85%. تمام تمام. لو مش مكتوبة عندي على المحطة حطها تقريبا 85% في الحسابات يعني. تمام. يبقى ده قانون التيار. ممكن بقى يا باشمهندس أحمد تصورها عشان همسحها اللوحة دي. مش هنسجلها دي يا باشمهندس؟ انا بتسجل ده خلاص احفظها لكم وابعتها لكم على الشيء. يا ريت يا ريت يا باشمهندس عشان النت عندي بيقطع ومش واضحه كويس. رعبوا يا عم يعمل لك ايه؟ والله يا باشمهندس شحنين باقات وبتاع وباقات عاليه بس هنعمل ايه طيب؟ يا ابو سهل. يا باشمهندس السلام عليكم. معلش هو فعلا النت عندنا ضعيف خالص في الصعيد يعني. ماكش يا باشا منورين المنطقه كلها انت. الله يخليك يا باشمهندس بنورك كل سنه وانتم طيبين. طيب ايه على الشير ايه بالوقت هبعتها لكم. ربنا يخليك يا باشمهندس. يعني كده شايل حاجه ايه شايل ايه هنشتري الملف بتاعنا في ملف بعته لكم المره اللي فاتت اللي بالانجلش؟ لا ملف اللي كنت راسم فيه الار ال سي الحسابات كلها. اه تمام يا فندم. الملف ده هبعته لكم حالا اهو 3 فيز اهو وصلكم على التمام. وصلكم كلكم على الزوم دلوقتي. باشمهندس معلش انا اسف يا ريت ترفعه برضه على قناه اليوتيوب عشان الموبايل عندي اتملى خالص. فما بقتش اقدر احفظ ملفات كتير عليه. القناه اليوتيوب بدخل اتفرج عليها عادي. اه انت عندك
عندك عندك ماشي خلاص ارفع لك. يبقى انا عندي 3 فيز اهو. بص بقى التوصيلات اللي هنشتغل عليها نخلوها حتى اليوم الاربع، بس هنتكلم دلوقتي على التوصيلات اللي هنشتغل عليها. لنا قد ايه التوصيلات اللي هنشتغل عليها بتاعتنا؟ التوصيلات اساسيه، يا اما اخد الملف في المواتير الصغيره، في المواتير الصغيره بوصل الملف بالمحرك بطريقه اللي هي بيسموها توصيل مباشر تي او ال. يعني ايه صغير يا فندم؟ يعني مثلا لحد 10 كيلو وات، 10 حصان مثلا، حاجه صغيره تي او ال. تمام. وساعات الدي او ال ده محتاج اعمله ريفرس، بعمل له عكس السرعه، هوايات السحب، هوايات الطرد. وساعات بحتاج اعمل ستار دلتا المواتير الكبيره. الستار دلتا بيعمل ايه؟ بيقلل التيار للتلت، او يقلل الجهد بجذر ثلاثه. افرض عايز اقلل الجهد اكتر من كده في المواتير الكبيره، يعني مثلا ايه؟ الستار دلتا بيعمل ايه؟ على ببساطة ان هو في البداية بيدي للملفات جهد مخفض بنسبة كام؟ جذر ثلاثة. الجذر ثلاثة مش التلت. يعني في فيزا بكام؟ لو عايز يقلل عن كده يبقى دي معظم طرق المواتير اللي هتقابلها. يبقى طرق البدء عندي كم طريقه هتقابلني في المحركات 3 فيز؟ أربعة ولا خمسة؟ أنا شايفهم خمسة بس ماشي. خمسة. اللي هو إيه؟ الدي او ال، توصيل مباشر. ده على طول هنوصله النهارده وخلاص على كده. ريفرس إذا نعكس الحركه، ان اوصل ستار دلتا، ان انا استخدم اوتو ترانسفورمر، او ان انا اشغل السوفت ستارتر اللي هو التوصيل الايه؟ بالانفرتر. انا كنت رفعت بملف بالانفرتر على اليوتيوب المره اللي فاتت، الاسبوع اللي فات. شفته يا فندم. على اليوتيوب حضرتك. طيب. تعال نحط 3 فيز زي ما هم كده، ونقول هنشرح مع الرسم توصيل المحرك 3 فيز، توصيل المحرك 3 فيز بطريقه دايركت اون لاين. اي توصيله من دول دايرتين، دايره باور ودايره كنترول. دايره الباور ما بتتغيرش زي ما هي مدى الحياه، اللي فيه تغيير دايره الكنترول. دايره الكنترول عندي ممكن تبقى كلاسيك كنترول، وممكن تبقى بالبي ال سي. كلاسيك كنترول بستخدم فيها الكونتاكتور والاوفرلود والريلي، واستخدم فيها بوش بوتن ستارت وستوب، تبقى المكونات كلها مربوطه ببعضها. لكن البي ال سي بيخلي الدخل لوحده والخارج لوحده. وطبعا هترجع له المحاضرات الموجوده في اليوتيوب. يبقى انا عندي هنا الموتور اهو. ريجوليتر. الموتور اهو. مقارنة البي ال سي مع الدايرة مع الكلاسيك كنترول يا فندم، البي ال سي اوفر في الماس، في الكميات. يعني مثلا افرض انا عندي موتور واحد بشغل بيه حاجه صغيره، بشغل بيه سلم، بشغل بيه حاجه، اكلفه بقى بي ال سي وكلام من ده؟ لا، افرض بويلر سيفتي عالي جدا بقى، يبقى لازم اجيب لها حاجه تحميها، اجيب لها مين؟ بي ال سي. حاجه بتشتغل من اكتر من مكان، حاجه بتتراقب، حاجه يبقى لازم بي ال سي. دي التطبيقات اللي هو الايه؟ الحاجات اللي هي يعني كل حاجه ليها مجالها. لو حاجه بسيطه مش محتاجه كونتاكتور وليه وغلط وخلاص. لكن لو حاجه كبيره بحتاج، او حاجه سيفتي، او حاجه سنستيف حساسه بالشغل، بحتاج اطبقها بالبي ال سي. او متعدده الوظائف. ايوه، متعدده الوظائف او متعدده اطراف التشغيل. هنا بقى هنرسم حاجه غلط. محدش يرسم. لو وصلنا كده الرسمه دي غلط، محدش يرسمها.
هو سمنا كده. الموتور في الكهرباء كده يحصل له ايه؟ هيشتغل. يبقى لازم في الاول ابتدي احط له فيوز. ابتدي الاول احط له فيوز عشان يحميه ضد زياده التيار وضد الشورت سيركت. يبقى اول حاجه راح جايب فيوز كده. ثلاث فيوزات شبه بعض كده. احطهم في سكه 3 فيز. اول حاجه ابتدي احط في سكه ال 3 فيز مين؟ فيوز. بعد الفيوزات بجيب مانيتشر سيركت بريكر مفتاح. الفيوزات دي بقد ايه يا فندم؟ على قد الموتور. يعني الموتور مثلا كام امبير؟ اجيب مثلا واحد وايه وربع الموتور بتاعي، يبقى كده عملت فيوزات على قد الموتور. طب ليه طلب عند حضرتك يا باشمهندس؟ اتفضل. بالنسبه للسيركت بريكر كان بيبقى ليها ظابطه على التريب والشورت سيركت والكلام ده كله، وبيبقى ليها كده زي معادله. حضرتك تبقى بس تعمل لنا محاضره عن عن السيركت دي بعد كده. شكرا يا باشمهندس. كل واحد من دول ليه اسمه. هنقول بقى كل دول كل واحد من دول ليه اسم. الاولاني ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فيوز. غالبا الموتور اللي هي المواتير اللي هي بتبقى متوصله كده تبقى متوصله دلتا، وده اسم مانيتشر سيركت بريكر. فيوز سيت مجموعة فيوزات ومانيتشر سيركت بريكر اطلع منهم على الكونتاكتور. الكونتاكتور ده عبارة عن دائرة الباور بتاعته عبارة عن ست اطراف، واحد بتخرج على اثنين وثلاثة عبارة عن ست أطراف. الكونتاكتور بتاع الفيكسد كونتاكت ده هتلاقي برضه شرح الكونتاكتور في اليوتيوب. باشمهندس عمرو حضرتك يا دكتور، هتلاقي شرح الكونتاكتور في اليوتيوب. في اليوتيوب برافع عن شرح الكونتاكتور ده. تمام يا دكتور، خش على شرحه وحاجته كلها. واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. هنا الارقام دي الصغيره دي ارقام الباور. واحدة بتدي اتنين، واحد بتدي اتنين، ودول بالقبعة الخط الأولاني كده اهو. وتلاتة بتدي أربعة. اليوتيوب عندكم بالصور في ال الفيديو بتاعه وشرحه باختباراته موجود في ال موجود في ال تمام. ثلاثة بتدي أربعة وخمسة بتدي ستة. يبقى أول ما الكونتاكتور ده، يبقى الهدف من دائرة الكنترول كلها إن توصل
الواحد بالاثنين والثلاثة بالاربعة والخمسة بالستة بتوع بتوع مين؟ بتوع ال بتوع الكونتاكت. هي دي كده المفروض نسميها كنترول يا باشمهندس؟ كده باور. ما عملش كنترول لسه. تمام. كده باور. فاضل بقى يطلع عند عنده هيروح على مين بقى؟ على الاوفرلود. الاوفرلود يطلع بخط واحد اهو يطلع من الكونتاكتور اوفرلود. بخط اثنين يطلع من الكونتاكتور اوفرلود، برضه الاوفرلود مشروع عندك في اليوتيوب كويس جدا شرحه لك انا قبل كده. واللي عايز تعمل استفسار فيه يسأل. يبقى هنا عندي اسمين كده يبقى الكونتاكتور ده هو بتاع الكنترول، يبقى دائرة الكنترول كلها هدفها نتوصل الكونتاكتور ده. يخلي واحد توصل باثنين. ده الكونتاكتور ده يبقى دي دائرة الايه؟ اللي عملناها دي. دائرة الباور. احنا عارفين واحدة كويسة. خد بقى دائرة الكنترول. دائرة الكنترول هدفها ان تغذي مين؟ الكويل بتاع الايه؟ بتاع الكونتاكت. اجيب شكلها النهائي بتاعها عشان ايه؟ لو عارفينه مع بعض. يعني تي يا دكتور تي او ال دي ثلاث ثيرمال اوفرلود فاصل زياده الحمل الحراري. يعني ايه تي او ال؟ كويس جدا سؤالك ده. هنا تي او ال يعني ايه؟ المحرك نفسه معمول من النحاس، ملفاته معموله من النحاس. لو مر فيها التيار هتسخن، طب نعرف ازاي ان هي سخنت؟ يوم يعمل جزء يعمل جزء. طب اعرف ازاي ان هي سخنت؟ طب وتفصل ازاي اما تسخن؟ يوم يعمل جزء جوه جوه خارجي اسمه الثيرمال اوفرلود. لما يسخن الموتور يوم بالتالي ده كمان هيسخن لانه معمول من نفس الماده. اما ده يسخن يبتدي بعد كده يروح عامل ايه؟ يفصل دائره الكنترول. تمام. يعني هو معمول ليه؟ عشان يفصل دائره الايه؟ تمام. الكنترول نتيجه احساسه بايه؟ بالحراره جوه الموتور. يحس بالحراره جوه الموتور ازاي؟ انه مصنوع من النحاس اللي هو مصنوع من النحاس اللي هو مصنوع منه برضه جزء الجسم بتاع الايه؟ الموتور. جزء بتاع الموتور. هو باشمهندس هيبقى في شرح عمل ان شاء الله للدايره دي؟ يا ريت تراجع هتلاقيها في اليوتيوب دايركت اون لاين. بص على اليوتيوب كده هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها عندك موجود فيها الشرح ده دايركت اون لاين. شكرا لك. ادي الرسمه ببساطه عندنا هنا اهو. ادي الار والاس والتي 1 2 3 4 5 6 وادي الاوفرلود ورايحين على الموتور. الموتور ده بتوصل ستار ولا دلتا؟ ده دلتا. دلتا. ليه نجمه؟ اللي قال دلتا ليه واللي قال نجمه ليه؟ نجمه باشمهندس عشان مقفول ثلاث اطراف وثلاثه للتيار. صح. هنا بقى الاي 1 والاي 2 دول اطراف الكونتاكتور. يعني الكونتاكتور ده مش هيقفل اذا جت كهرباء الاي 1 والاي 2. هبعت لكم اللينك انا دلوقتي بتاع مع الوصله، اللينك بتاع شرح الدائره دي عملي والقياسات اللي بتتم عليه. نشوف الدائره دي عملي مع بعض كده هنا. شوف عملي مع بعض الدائره دي بتشتغل. دي الدائره قدامنا هنا اهي، حد شايفها؟ تمام. باشمهندس شايفين اوبشن الكهرباء موجوده اهي. اول ما اوصل الكهرباء اوصل المنشا سيركت بريكر بتاعي ده، تاخد حد ياخد الكنترول. وصل باشمهندس اسامه، محمد اسامه.
ايوه يا فندم معاك معاك خد الكنترول معاك اهو وصل يلا دوس على السويتش عايز تروح يوصل معاك تروح الكهرباء دوس يلا السويتش عايز دوس على السويتش اللي فوق ده هيوصل معاك ايوه كده اللي فوق ايوه دوس دوس كليك كليك شمال او كليك في على التاتش بتاعك مش عارف اتك كليك ازاي يا باشمهندس كده دوس ده كانك بتلغر كده بيقرب يا باشمهندس عملية زمان الله ينور الكهرباء وصلت الموتور وما اشتغلش والكهرباء وصلت دارت تمام شغلت كله عم عملت 500 كليك ورا بعض محمود جامد عايزين بقى حد غيره بقى هنا مين هيخش معانا كليك معايا خش هنا باشمهندس مين انت؟ عز ماشي محمد عز يلا محمد عز شغل هنا انا نايم على وشي مش راضي يقلق بدوس على السارت مش عايز يقلق يا باشمهندس انت عديت عديت نعم عايز حاجة تاني اهو معايا يلا بينا الاول وصل وصل السيركت بريكر عايز معايا باشمهندس من التليفون نعم مش عايز يلقط معايا من التليفون عمل تاتش عمل تاتش شو دبل كليك انت تاتش بيديك دبل كليك لما تعمل تمام مش ونسى دبل وصل تمام تعمل دبل كليك على المفتاح الاستوري بيتكلم في التليفون او بيتكلم بيبوظ ده معايا كده هيبوظ على فكره كده هيبوظ التسجيل مش عارف بتاعته خلاص نو ستارت هديك مش موظف لك برضو من جاي طيب شوفكم بقى على خير ان شاء الله هبعت لكم انا اللينك بتاع اليوتيوب اللي يفحص الحاجات دي ويوصلها مش مهندس معلش يبقى ابعته برضو حتى لو يعني في صوت ولا حاجه ابعته ماشي ماشي حاضر اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم بعد اذنك معلش هو صاب بره المحاضره يعني كان صاحبي سالهني وكنت بس بستفهم حضرتك عليه اتفضل ليه صاحبي مخلص بارت A وB مهندس ثالث من 2009 هل بس سقط في بارت B هل ينفع يخش بارت B ثاني ولا لازم يعيد الدوره كلها A وB؟ لا يسال في جهاز الامتحانات لا بس هو بيتعمل B بس بيخش بيكمل المواد يعني. وبيه بيروح يجيب الملف بتاعه من التفتيش ويكمل المواد اللي ناقصاه بيه تمام يا دكتور الف معاه مواد كتير كان ده كنت على الكمبيوتر في الاخر دي ايه قال لي في كراسه بتاعه الكمبيوتر اللي بضيف في الاخر اللي بيكفي الخبره بتاعه الكلام كله صعب ما دخلش يبقى هو يرجع لجهاز الامتحانات مهندس عاطف او الدكتور خالد شكرا يا فندم شكرا مش مهندس في امل ان احنا نرجع بعد العيد؟ انا ما عنديش قرارات صراحه انا بستقبل اي قرارات زي الناس كلها ربنا يسهل ان شاء الله نرجع ربنا يسهل بس ربنا يسهل ونعم بالله مش مهندس هو يعني دي حضرتك كلها سامع حاجه معلش براحه براحه احنا كلنا قلقانين